تحت السما الصافية ونور الشمس يتولد معنى الحياة. تنفتح شبابيك أمل بالعمل على كل اتجاه. مصر البهية قوية وقادرة على الطريق الطويل، واللي بناها شباب عارفين يواجهوا المستحيل ويبدلوا ليلها نهار بالتنمية والاستثمار. الاستثمار الدينامو الرئيسي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، أداة تحقيق الازدهار بابتكار المنتجات والخدمات اللي بتساهم في زيادة معدلات الدخل القومي. ومن خلال رؤيتها التنموية 2030 فتحت مصر أبواب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلقت المزيد من المناطق الحرة والصناعية واللوجستية والتكنولوجية. مناخ جاذب أدى لتحسين بيئة ممارسة الأعمال من خلال برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. كل ده بيأكد إن الاستثمار على أرض مصر أصبح نمط حياة. الدولة المصرية بتواصل تحقيق النقلة النوعية في المجالات الاستثمارية داخل 9 مناطق حرة عامة و204 منطقة حرة خاصة في عدة محافظات. ساهمت المناطق الحرة في إطلاق 1095 مشروع وقدرت توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة، وده بيدينا صورة موجزة للجدوى الاستثمارية للنهوض بالمناطق الحرة ودورها في تحقيق الرخاء والتنمية على أرضنا الطيبة في قلب القاهرة وداخل حي السفارات بمدينة نصر. بنعرف المعنى الأمثل لمفهوم المناطق الحرة اللي تم إنشائها وفق منظومة متكاملة للمرافق والخدمات، بتحقيق متطلبات 207 من مشروعات الغزل والنسيج، الملابس والمفروشات، الصناعات المغذية للسيارات، الطباعة والنشر، الأدوية، وكتير من الأنشطة الخدمية واللوجستية. وبكده نجحت المنطقة الحرة بمدينة نصر إنها تفتح أبواب الرزق وتوفر 59 ألف فرصة عمل لشباب مصر. خلال 8 سنين فاتت انتهجت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة استراتيجية وطنية حققت الاستفادة القصوى من المناطق الاستثمارية بخلق تجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، واللي بيها تم تمكين صغار المستثمرين كشركاء أساسيين في نهضة مصر التنموية. أحلام ما كانش ممكن تتحقق إلا بتذليل الدولة لكافة العقبات، مع تيسير إجراءات مزاولة النشاط والحصول على كافة الخدمات وفق المزايا والإعفاءات الخاصة للشباب والمستثمرين. بتنفرد الدولة المصرية بوجود 10 مناطق استثمارية بتغطي العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية واللوجستية. واحدة من مناطق مصر الاستثمارية الجديدة بتقع على بعد 60 كيلومتر من القاهرة، وبالتحديد على الطريق الدائري الإقليمي بمدينة بنها. هنا اتخلق واقع جديد بيفيض بفرص الاستثمار الواعدة على مساحة 46 فدان، تجمع متكامل للأنشطة الغذائية والزراعية والصناعات المكملة ليها، اللي قدرت توفر لأولاد القليوبية 4500 فرصة عمل. تجمعات استثمارية بتضم 147 وحدة صناعية و16 مخزن و6 ثلاجات و18 منفذ بيع، ده غير إقامة مركز لخدمات المستثمرين وعدد من المعارض التجارية. بتستمر جولتنا وصولاً للمنطقة الاستثمارية لمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، نموذج تاني لمنطقة استثمارية متكاملة على مساحة 18 فدان بتضم 107 وحدة صناعية تم تخصيصها بالكامل، وفرت 2500 فرصة عمل داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال الصناعات المعدنية والهندسية وصناعات أخرى متنوعة. بالإرادة قادرين نكمل حلمنا، بالعمل عارفين طريقنا للنهار، بالأمل حالفين نحقق الازدهار بالتنمية والاستثمار. مسار واعد لاقتصاد صاعد.